تغطيتنا المباشرة متواصلة مشاهدين لأثار الزلزال العنيف والمدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا. أعداد القتلى لا زالت في ارتفاع مستمر فيما تتواصل عمليات الإنقاذ، كما نشاهد الآن وإياكم على شاشة العربية بحثا عن ناجين. الزلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر. السلطات التركية، نائب الرئيس التركي تحديداً، تحدث عن انهيار 1700 مبنى في 10 ولايات، تحدث كذلك عن آخر الإحصائيات 284 قتيلاً وإصابة 2232 شخصاً. وزير الداخلية التركي أكد كذلك أن عمليات الإنقاذ مستمرة للوصول إلى المحاصرين تحت الأنقاض، ودعا كذلك مواطني إلى الكف عن استخدام الهواتف المحمولة. وفي حصيلة أولية رسمية حول عدد قتلى زلزال تركيا، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي أن عدد القتلى في محافظة هاتاي بلغ 4، فيما الحصيلة حتى الآن في محافظة كهرمان مرعش بلغت 70 قتيلا، أما في محافظة أديامان وصل العدد إلى 13 قتيلا، وفي ديار بكر 14 قتيلا. وكشف نائب الرئيس التركي أن هناك 20 قتيلا في محافظة عثمانية و18 قتيلا في شنيل أورفا. وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن أن الأولوية في الوقت الراهن هي إخراج المحاصرين تحت المباني المدورة ونقلهم إلى المستشفيات.